الشجرات كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد كيف ما كتعرفوا غنديرو اش غنديرو تبعدنا ما نديرو اخويا حتى انا باقينا راه حسانيه صديقة بعدا حسانيه تحيه الناس الامازيغ وتحيه الناس شلوه. كيف ما كتعرفوا المتصدر الجيش الملكي لي فار خسروا ما حسنيش عقادير، وهذا الشيء اللي غيخلي الرجاء في المنافسه ديال البطوله فرق نقطه الى ربحت الماتش اللي جاي الرجاء. واو بطوله رجعات بعد ما كانوا كيقولنا جمهور لي فار ربحت النقاط مشات عليكم بطوله ولا رديتوها ولا شي. صبروا نتوما صبروا الله يهديكم نتوما صبروا نتوما هادي ولا نتوما بكايا نتوما هادي ولا هما اللي بكايا ولا هما اللي كيديروا البلاغات. قلنا لكم حنا لاعبين على دوزيام، قلت لكم راه شوف راه ما غنخليكمش تربحوا داك الشامبيون غيشحفوكم، راه غنبقاو نتقاتلوا مع رجال الفيديوهات ديولي غتلقاني ديما داوي وغنبقاو لاعبين على الشامبيون حتى اخر ماتش عاد غنحطوا يدينا. ايوا سيدي خسروا مع اكادير، اكادير تحيه ليهم ما نسيناش الهديه اللي تعطينا اللي عطيتونا وتعطيك الهديه من حيث لا تدري. غنشوفوا تصريح ديال المدرب ديال الجيش اللي هو النبي بعد الخساره ديالو تضيع ثلاث نقاط اللي غيدير عليه الضغط باقيين ثلاث الماتشات. غنسمعوا شنو قالوا غنجاوبوه قبل ما نبداو لي لايك لي لايك. مرحبا بكاع الجماهير المغربيه جمهور الجيش متكاو ما والو، هذه هي الكره وهذه هي البطوله. شوف يتناسب مع قيمه او عراقه الفريقين. ظن اني ما نقدرش نكلمه تكتيكيا على هذه المباراة لانه لم يكن اي شيء مهم تكتيكيا. ابتداء من وقت اللي خديت فيه ورقة حمراء والله يهديك تكتيكيا انا نقدر نصفقوا على السكيتيوي من احسن المدربين اللي كيعجبوني انايا. السيد تعطي شي فرقة لا ولا جيب لي انتدابات كبار غتشوفوا الاخر بنفس البطولة. تكتيكيا كنحسن منك وقال لك تهضر على راسك انت. تكتيكيا اللي فار كانت مقشوله اون ديبار مي طلقت السفاره ما كانش الجيش ما داخلاش تهضر بواقعيه باش تصريح جمهور واش كذب. مي السيد التكتيك ديالو النادي اللي هو سكيتيوي اون ديبار هدف كيفاش منتشر كيفاش سير المقابله جميل. لا اعلم انها ورقه صحيحه او غير صحيحه، لكن لما تكون تلعب بعشرة لاعبين صعب جدا ان يكون لك مجال من التصور التكتيكي باش تقلب المباراه. لو هنا غندوب باللي ورقه حمراء هنا كيبان الفرق بينك وبين الراجا. الراجا نهار المغرب فاسي خارج له واحد بحمراء وربح بواحد زيرو، انت خرج لك واحد بحمراء ومعادل ربحتيش قدرتيش تحافظ على النتيجه. انا فين كنشوفوا باللي الراجا قويه على تستاهل البطوله، 10 لعابه وخلقت فرص وكانت غتربح نتيجه كبيره وربحت بواحد زيرو. باين انت ما قدرتيش واش كتقول صعيبه، انا فيك جبال الكفاءه ديال المدرب ما عرفتيش السيد حتى نقطه ما عرفتيش ديها. اسمح لي انا كنشوف السكيتيو بلي تغلب عليك وهي كاين شي عندك احسن فرقه في المغرب يعني ورقه حمراء ما قدرتيش تحافظ على النتيجه. اسمح لي المنافس دافع بكل شراسه واحقيه على ثلاث نقاط. هذه بالنسبة للمقابلة، لو أتكلم زيادة عن ذلك سوف أكون ديماغوجي يعني وأتكلم في الفراغ، ليس هناك أي جانب تكتيكي أحكى لي. قلنا لك الجانب التكتيكي ديالك تق، ما كاينش علاش تهدر، صراحة كنتي مقشول ما عرفتش تسير المقابلة ديالك، فهمتيني؟ التكتيكيا لا فنيا لا بدنيا ما كنتيش، ما كاينش والو. ورقة حمراء راه كنجي معادل الشريف تكونوا متفقين غادي يجي بيش فابور المدة نضرب على الجول وتخربق غادي يجي ماركيتيها. مي كنشوفوا الحسنية خلقت فرص اون ديبار قبل ورقة حمراء راه ماركاش لك ايوا خرج واحد بحمراء ما عرفتيش تكي هاد الامور ديالك وتحافظ على النتيجة ضربوا عليك التعادل وضربوا عليك الرباح. ايوا هنا فين كنشوفوا باللي كنحس بحال البكية كتشادها النبي وبحال طيح يديه شي اللي بغينا. كان ممكن نتكلم تكتيكيا لو كنا نلعب 11 ضد 11 لان كان عندنا مخطط لعب في كل الوضعيات.
الا وضعيه اللعب ب 10 لاعبين. ويلي انت ديما مداخل انت فكريا انك تبقى لاعب ب 11، ضروري تيكونوا اخطاء، كيكون تاكل، كيكون بزاف الحوايج ورقه حمراء على عادي. حسيت بك بحال ورقه حمراء ديرو انجازك، ولا كنتي مدرب كبير وكنتي عندنا تبقى تشكيلي على ورقه حمراء هي السبب ما نصوتفك بحال هكذا. هاد النورمال عادي فرق ورقه حمراء بين ليا، حافظ النتيجه، رجع دافع، راه كنتي واحد واحد، جيب نقطه ديالك الشريف، تبقى تشكيلي بورقه حمراء. لا حنا كنا مقادين تاكتيك والامور، لا 11 لاعب ولا ورقه، لا حتى ورقه حمراء شي باش رد لعب وقاد التاكتيك ديالك وباش عارفك انك عندك فرقه قويه وانت قوي. ديما تدخل انك ناقص بواحد، واسمح لي راه كيوقعوا اخطاء في كره القدم. المجال صعب جدا، ورغم ذلك حاولنا نرجع بالنتيجه. المنهرج اظن كان مره اخرى الورقه الحمراء، رغم ذلك او تاني ورقة حمراء. انت مالك اصاحبي شكيتي بزاف الحمراء 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 الحمراء، وانت مالك اصاحبي، راه بركان خرج له واحد بحمراء وماركاج علينا التعادل، يعني هذيك الوقيته كانت بركان احسن منك. احنا مالنا عادية ورقة حمراء وداو معنا نقطة، انت بورقة حمراء ما تمشيش التعادل ديالك، راه كاينين فرق الراجل بورقة حمراء ما ربحتش فاس، راه عادي ولعبتي ضدنا بورقة حمراء وديتي تعادل، علاش ما شكيناش حنا في الالي؟ لا ورقة حمراء والتعادل، تعادلت معنا الجيش كنا احسن منك، ورقة حمراء وجبتي تعادل بزز، وتما فين عارف انا بلي الراجل احسن من الجيش. انت دابا ورقة حمراء شكيتي وبكيتي بزاف الحوايج. لم يكن لم يسعفنا الحظ في التسجيل، زدت 2 كرات على العارضة وهجمنا، حاولنا نغيره ونحطه في ثقل هجومي اكثر، ما وصلناش. هذه هي كرة القدم. وصلتيش راه بقيتي كتهز فيه في السماء، روا باس ما دخلتيش بها حيت كورتكم نتوما ضربات الاخطاء ولا كورنيرات، اما التيكي تاك وتدخل بها ما كاينش. اسالك قبل ان اجيب، اللاعب اللي خذا ورقه حمراء من هو في فريق؟ مدافع. طيب كيف ان يساهم، كيف ان ادخل ان ادخل سبي بحال باغي يبكي؟ لا لاحظوا معي الصوت ديالو، مهاجم وابقى العب 3 مدافعين. خلاص سؤالي لحضرتك هو جوابي لحضرتك. خصنا رجلي واحد بعمره اللي هو مدافع، جوابي سؤالك نابي خويا ما جبتينيش. بقينا حبيت نوصل يعني رسالة إلى الجماهير، نحن في سباق. غيوصل لكم الرسالة جمهور الجيش، تصنتوا الرسالة اللي غيوصل لكم. من أجل البطولة. مثل هذه الحوادث أو الأكسيدون دو باركور يقع جدا عادي، هذه هي كرة القدم ومتحضرين. يعني في برنامجنا الآخر الموسم أو في يعني في الباركور بتاعنا حاضرين اللي ممكن يصير حادث يعني اكسيدون وتخسر 3 نقاط. اقول هذا لانه لا ليس هناك اي مجال لكي الامور يعني تدخل في منعرج سلبي، وربما نقطه وحيده ومش عارف ما زلت حتى نبي كبيريه تخربق مسكين، ولا كنا عارفين منعرج صراحة ما كيبانش لك بطل للمغرب كمدرب تكون بطل المغرب، صعيبة. أنا شخصية قوية ما بانتش، هاد الهزيمة بالتصريحات ديالك بانت شخصية قوية، شخصية ضعيفة صح. أنا ما عجبشينيش الشخصية، أنك كنحس بك أنك صافي صافي، وصعيب أنك تنافس ناس. 4 نقاط وبقينا منافسين ودابا ولات نقطة اللي ربحنا. البطولة ما تلعبش بالكامل. لا نحن هادئين، عندنا ثقة كبيرة في فريقنا في لاعبينا، الحد مهما كانت النتائج الأخرى سوف نكون إن شاء الله دائما زيادة نقطة في أقصى الحالات على جميع المنافسين. باقي لنا 3 مباريات سوف نقاتل من أجل 3 نقاط. كاين نقاتل ودار عدلان، سوف نقاتل دار شاف فداك زعما أخ اللي دايزر عارفين ما نقاتلوش شاش. في كل مباراة فريقنا ممتاز، لاعبتنا ممتازين، هذا سيتان اكسيدون دو باركور، وبحول الله يعني
مش حيأثر فينا وش نكمل قادر رغم الظلم. ظلم؟ اش من ظلم؟ اش من ظلم؟ تعرض شي ظلم بارح خسرتي الظلم كيبان لي هو الطانجي خديتي بينالتي فابور وهو الورقه الحمراء اللي ما كنتيش كتاخذ في الطاكلات في الركبه وحالتك حاله غنرجعو نحلو الماتش ديال طانجي دوينا ليه شحال من مره. الظلم؟ الظلم هي انك لعب شي مع الغريم ديالي اللي ما بغانيش ندي بطوله وخلاك ربح شي مقابله وجمهور ديالهم فرحان فرقتهم خاسره عمرها كانتش ظلم. اسمح لي الظلم هو انك خايت شي 8 ضربات جزاء ولا ما 9 مقارنه بينا اللي حرمونا من ضربه جزاء هاد التوارقه ضاعت فينا ضاعت لينا جوج نقاط. الظلم اسمح لي كنظن باللي باقى عندك مقابله مع السوالم باقى عندك مقابله مع تيطوان عيل الدنيا رجال خوتنا وتيطوان وباقى لك الفشل هادو كاملين الحيمر جريندو سلامي احسن بريم والبطوله راه جاويه راق.